الشركات، واهلا بكم من جديد مع هيثم بسيط. انا ما زلت موجود في معرض الاستيراد، ماشي. طبعا هنا دي شركه صينيه، بس انا بوريكم بتعرض سي فود، عرض الجمبري. هو نوع غريب من الجمبري كده، ما اعرفوش بصراحه، بس انا اكلته حقيقي هو جميل جدا جدا. برضو انا بعرفكم ثقافه الايه، طبعا انت تتعرف على ثقافه، لما تيجي هنا تتعرف على ثقافه الصينيه. ترى بيحبوا الجمبري ازاي؟ بيحبوه سبايسي مش سبايسي؟ بيحبوه بنكهه معينه، بنكهه مختلفه؟ لازم تيجي تتعرف على النكهات وعلى الطعم والتست. ولذلك انا هقوم نيابه عنكم دلوقتي بان انا اتعرف على التست الصيني. عشان ما اضيعش وقتكم، لان انا بحب الجمبري ده بصراحه. فخلونا ايه، ده جمبري بيبقى محطوط ده سخن بصراحه وجميل جدا، انا بحبه جدا بصراحه. انا طبعا انا بدني الراس وبدني ايه الدوره دي. جمبري طعمه جميل جدا. طبعا طبعا مش محتاج ان انا اشرح لكم يعني. حتى الباشمهندس اللي بيصور عايز يجي ياكل، بس انا هعزم لك برضه، مش هنيجي ياكل. طعم جميل جدا. خدوا بالكم ان انا ممكن اقعد كده 4 ساعات حتى بتكلم معاكم، وانا بتكلم وبشرح الجمبري. طبعا بس هو بصراحه طعمه جميل جدا يعني. طبعا انا اللي باكل، فانا عارف الطعم، شايف الطعم عامل ازاي. انا بنصحكم ان انتوا تيجوا. عايزين تعرفوا على الجمبري الصيني، طعمه جميل جدا. ممكن تيجي تتعرف على التست وتعمل حاجه زيه، وتيجي تبعت الصين. طبعا انا هفضل اكل كتير، مش عايز اعطلكم معايا. اشوفكم مع هيثم في الصين، والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.